السلام لا عدمتك. نرجع لابو محمد. يا مرحبا ابو، الله يبقيك ابو علي. والله مرحبا مليون. مرحبا باقي ابو محمد. متى يطلق على الشاعر، بما انك شاعر، عليه شاعر؟ متى يعني الناس يقولون فلان شاعر بين قوسين لقب ايش؟ حتتكلم هنا؟ اسلم يا ابو محمد. لا مرحبا بك يا ابو علي. الله يبقيك طول عمرك. يطلق على الشاعر كلمة شاعر لما اجتمعت عنده جميع وسائل الشعر، أولها الجزالة، المفردة، الفكرة، كيف يوصلها للجمهور، فهمت ولا لا؟ فيه مجالين مهما قدم الشاعر أو الشخص، مهما كان شاعر ولا ما هو شاعر، فيها في حسن مقصر. هذا الوطن وهذه قبيلتك. يا سلام. مهما قدمت لوطنك وقبيلتك تحس انك مقصر مهما كان الامر. صحيح. خاصة اذا كنت من بيئة يحثونك على الولاء وعلى طاعة ولي الامر وعلى حب الوطن، سواء ابيك ولا جدك ولا شيخ قبيلتك. طبعا مثال الشيخ محمد بن علي ابو ساق دائم يحث قبائله وربعه وبني عمه على الولاء وعلى حب الوطن. ومن ضمن قصائدي بعطيكم ابيات يوم يقول: نجدد بيعة في رقابنا تبقى مع الأيام، نبايع حاكم نحفظ ولاه ونستمع شوره. يا سلام. هذا سلمان، سلمان العروبة، نصرة المنظام، ملك حبه الشعب الكريم، وعمنا نوره، ملك حزم وملك عزم وملك هيبة، ملك مقدام، ملك يحكم بشرع الله في حكمه ودستوره. ليا منه وقف من هيبته تخضع له الحكام، وليا منه حضر يفرق عن الباقيين بحضوره. الله. هذا سلمان ابن عبد العزيز مجند للأخصام، ليا منه تعز وساعة الهيجة بخو نوره. وولي العهد صمام الأمان محطم الأرقام، وولي العهد صمام الأمان محطم الأرقام، أرقام تعلق قمة المجد طويق الشهير وشيد قصوره. هذا محمد بن سلمان درع وفزعة وحزام، حزام للوطن صادق بوقفاته وبشعوره. الله. من ضمنها يقول: أنا سعودي حافظ عهد الوطن، لا صار كل نضيع عهود وطنه، أجدد عهود الولا سر وعلن، وارفع بصوتيبه وردد واعلنه، لثورت في الشام ولا في عدن، يبقى السعودي ما تغير معدنه، اشرف وطن واعظم وطن واطهر وطن، الله يخيم من ترد وطن. الله اكبر الله اكبر. صح والله زعم. المجال الثاني، الرجال اللي ما يحتمي ولا يفتخر في ربعه وبني عمه، ما هم مفتخرين في البعيد. يا سلام. ف نقول: من يام يام المواقف والفحول السمان، جمع الايام اللقى جمع الخصيم اكسره، شوفهم على دورة الدنيا عيان بيان، كل حمويين يلقي للظروف انحره، تدور الايام وظروف الحياه امتحان، والمجد يبقى والاحد في الحياه انكره، وامجاد عزوه بني عمي عليها ضمان، تنحت على صفحه التاريخ ومسطره، اذكر عز ما ترضى بالطمان، الطمان فيهم على ذبه اطوال الرجوم اجسره، هل البيارق اللي يلبسه ولا هالهندوان، تسعى ورا العز من جوه الى نبحره، يا ملولا والعهد ومخضبين اسنان، في ساعه نكتسي جو الصفوف اغبره، اللي اعتلينا على الصفر وحذفنا العناب، بشر ابن اللي على يامن يلد انظره، حنا يجينا اليناد المنادي جنان، ونقدر على المستحيل اللي ما حد يقدره، مني سلام على اللي يذبحون الجبان، تسليم تنكنها عش في الحياه وزاره. الله سلامتك يا حسانك ويض الله وجهك. هل يعني يا شعار الحاضرين وضيوفنا، هل مثل ما قال سالم الجخير الساحه محلفيه؟ انت شجاع، انت كان شجاع، رد الله برد. سالم الجخير يوم يقول الساحه محلفيه، احنا المنشدين ظهرنا من الموضوع. انا اتكلم عن الشعار اللي عندي ربيع معه ما يحتاج.